الصديقات العزيزات، الأصدقاء الأعزاء، أهلا وسهلا بكن وبكم في قناة موروكون كريم تي في الجريمة المغربية. عقلت على هذا الفيديو وعلى هذه الجثة، ديك الطالب أنوار اللي كان تقتل في طنجة واللي كان قتلته شي صديقة ديالو. وفي هذا الفيديو غادي نرجعو نهضرو على هذه الجريمة ديال القتل ديال أنوار العثماني اللي كان معروف تيك توك كوجه من وجوهه واللي كيحققوا ارقام كبيره في عدد المشاهدات والبارطاج. رجعت للجريمه حيث بدات المحاكمه ديال اللي قتلوه واللي تستر، وهما بجوج، واحد البنت قاصر هي اللي قتلت وخالها بلع لسانه ما بلغش على الجريمه. المحاكمه ديالهم تاجلات حيث الملف مازال ما جهز، المتابعة جات بناء على قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في طنجة. غرفة الجنايات الابتدائية في طنجة غادي تستأنف هذه المحاكمة ديالهم بجوج في صباح 3/25/2023، وذلك بعد ما أجلات هذه المحاكمة في جوج مرات دازو، آخرهم نهار 4 في الشهر يعني 3 اللي داز. والملف كان تعين امام هذه الغرفه نهار 21 مارس اللي داز، بعد ما مده من انتهاء التحقيق التفصيلي مع ديك البنت وخالها. البنت متابعه بجنايه القتل العمد اللي اعقبته جنايه السرقه، وذلك تبقى لجوج فصول. هاد جوج فصول هما 392 و509 من القانون الجنائي المغربي. هاد الفصل ديال 392 الحقوبة فيه المؤبد يعني السجن مدى الحياة، وقدر توصل حتى للإعدام إلى سبقاته أو تبعته شي جناية واحدة أخرى، وهذا الشيء اللي كينطبق على هاد الحالة. لكن البنت ما غاديش تحكم لا بالإعدام ولا بالمؤبد. عرفتوا علاش؟ ببساطة مازال حدث، يعني مازال ما بلغاتش سن الرشد، وهاد العقوبات ما كتنطبقش على الاحداث يعني الدراري اللي مازال ما وصلوش سن الرشد. العقوبه في القانون الجنائي المغربي بالنسبه للاحداث ما كتعداش 15 عام ديال الحبس، مهما كانت الطبيعه ديال الجنايات اللي ممكن يتبع بها حدث معين في ملف معين. هذا بالنسبه للبنت. اما بالنسبه لخالها فكيتابع لاجل عدم التبليغ عن جريمه واخفاء شيء متحصل عليه من جنايه، وهذه المتابعه مأطره تبقى الفصل 299 من نفس القانون الجنائي. الفصل العقوبة فيه كتتراوح ما بين شهر حتى العامين في الحبس، والعقوبة يقدر تتضاعف في حالات واحدة أخرى، ماشي وقته باش نهضرو عليها ولا باش نزيدو نفصلو فيها. المهم هذا هو الجديد اللي كاين في هذه القضية ديال قتل أنوار، والمحكمة غالبا غادي تبدا في الجلسة المقبلة على 25 أفريل، غالبا غادي تبدا في المناقشة ديال الملف اللي متابع فيه كما قلت البنت وخالها. وغادي نرجع دابا نهضر لكم على كيفاش تقتل أنوار الله يرحمه وصبر مهمته كل افراد عائلته. أنوار هو واحد الولد كان في عمره الله يرحمه 19 عام، هو ولد العرايش، كان كيقرا في المدرسه الوطنيه للتجاره والاداره، وهو واحد من مشاهير منصات التواصل الاجتماعي تيك توك. كان كينشر الكثير من مقاطع الفيديو على حياته اليوميه ديالو، والسمية ديالو انتشرت بشكل كبير في الايام اللي سبقت القتل ديالو. لكن كيفاش غادي تقتل وكيفاش غادي تكتشف الجثة وتعرف بان راه مقتول؟ مين انوار في البداية يعني ديال نوفمبر 2022 هي تما اتصل بولدها في التليفون ديالو، لكن التليفون ديالو ما كيردش، وهذا الشيء اللي دفعها باش تمشي لطنجة، تمشي عنده للدار فين كان ساكن بحي مسنانة، وصلوا هاد الحي كاين في وسط مدينة طنجة. مشات لتماك باش تعرف شنو وقع عليه. للأسف الشديد ملي دخلت للدار تصدمات صدمة كبيرة، لقاتو مسكين مقتول، كان عنده جروح في العنق ديالو وطعنات متفرقة في الأنحاء أنحاء مختلفة من الجسم ديالو. الأم وقع الصدمة، ضيح السلعوان، قبيلتك مذبوح مقتول، لكن ما غاديش تسكت، اتصلت بالشرطة، جات العناصر ديال البوليس وبدا البحث. الدراري ديال لابيجي جاو للدار، كانوا مدعومين بتقنية مسرح الجريمة، هادشي
نهار السبت 5 نوفمبر 2022، وبدات اجراءات المعاينه ديال الجثه. تمت المعاينه ديالها، التصوير ديالها قبل ما تنقل للمورغ باش تشرح من طرف الطبيب الشرعي بناء على اوامر الوكيل العام طبعا. والبوليس حددوا بعد ابحاث وبعد جمع معطيات وبعد تحقيقات جنائيه والادله اللي لقوها العناصر الشرطه العلميه والتقنيه في اللي قاموا بمسح شامل للدار، بعد هادشي كله هاد الجهود الامنيه استطاعوا باش يحددوا الهويه ديال اللي قتل انوار. بان باللي قتل انوار اذن واللي قتلو ما كانش واحد براني، هي واحد البنت عمرها 17 عام، كانت من بين الصديقات الوفيات ديال انوار، كانت كتردد عليه للدار من حين لاخر. لابي جي قلبوا عليها وعرفوا فين هي مخبيه ومشاو جابوها. لقاوها في تطوان في الدار عند واحد القريب ديالها، يعني عند خالها، مشاو عندو او بالاحرى مشات عندو باش تخبى بعد ما قتلت السيد، يعني هربات ومن تماك منين جابوها. هاد الخال ديال البنت ما بلغش اولا، واخا كان عارف باللي راه قتلات وتسلف ايضا اداه الجريمه الموت باش قتلاته، واستولاها هو وياها على بعض العائدات الاجراميه اللي هزتها من الدار بعد ما قتلاته، حيث غادي تمسح له الحساب ديالو كامل وحتى الصور اللي كانت كتجمعه في الحساب تيك توك، المهم كل شيء. البنت كما قلت في عمرها 17 عام، تم الاحتفاظ بها راه من المراقبه الشرطيه ملي تعتقلت حيث مازال قاصر. القريب ديالها كبير، تم الاحتفاظ به راه الحرس النظري لفائده البحث اللي امر به الوكيل العام قبل ما يتحالوا بجوج على الوكيل العام اللي بدوروا حالهم على قضاء التحقيق باش يتثبت من كل التهم الموجهه لهم، وماشي سهله، هي تهم ثقيله، وباش تعرف المجريات ديال البحث، تعرف كل الملابسات والظروف ديال هاد الجريمه كيفاش جات، علاش، الحيثيات، كل شيء. المهم ان البنت اعترفت بكل شيء باللي هي اللي قتلت الضحيه. الضحية هذا الخبر بعد قبل نفتح هذا القوس، يعني المقتل ديالو كان خلف واحد ردود فعل كبيره، حتى لدرجه ان الخبر كان تصدر الترند في ديك الوقت في نوفمبر. المهم ان هذه البنت اعترفت وقالت بلي هي راه اضطرات باش تقتلو، يعني ما كانش عندها النيه ديال القتل او خطات او شي حاجه بحال هادشي، راه كسيدي اضطرات باش تقتلو بعد ما كانت معاه في الدار فين هو ساكن. قالت بلي بغى يمارس عليها جين الصحة، وهذا الشيء اللي دفعها باش تجيب واحد الموش وتضربو به ضربات مختلفة، وحدة منها في عنقه. ولو ان هاد الرواية صعيبة شوي، لان صعيبة، لان ربما كاين شي حوايج شي حيثيات لينا هما ناقصين. المهم خلاتو تماك بعد ما مات، وركبات مشات عند خالها في تطوان فين تشدات وبقات مخبية تماك حتى جاو البوليس داوها بعد يومين فقط من اللي لقاو الجثة. الله يرحم المرحوم وصبر ميمتو وعائلته، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وغادي يرجع طبعا بعد ما يصدر الاحكام في هذا الملف، غادي يرجعوا للملف. وانتم مشكورون على حسن استماعكم والى فرصة لاحقة.